ومن نيويورك ينضم إلينا للحديث عن الشأن السوري المحلل السياسي السيد أحمد فتحي. سيد فتحي، إذن اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشأن سوريا ويوم السبت مؤتمر دولي في جنيف، برأيك ماذا يدور خلف الأبواب المغلقة في نيويورك وماذا سيكون الحال في جنيف أيضا؟ أبدأ بالحديث عن ماذا يدور خلف الأبواب في واشنطن. يوجد اتجاهين للتفكير في داخل الخارجية الأمريكية، اتجاه مع المشاركة واتجاه ضد المشاركة، ولكل فريق منهم حجيته، ولكن لا تستطيع الولايات المتحدة أن تتخذ هذا القرار بسهولة، أن تجلس مع إيران على طاولة واحدة، وإيران ونعلم العقوبات المفروضة تجاه إيران. إيران ليست دولة يعني ملتزمة بالقانون الدولي، إيران يوجد عليها سلسلة من العقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فبالتالي هناك حساسية مفرطة. ربما يكون مصدري خاطئ، وأتمنى أن يكون خاطئ، لأنه بعض الصقور في داخل الإدارة الأمريكية يلوحون الآن باحتمال دعوة إسرائيل أيضا للجلوس على أساس أنها دولة تشترك في حدودها مع سوريا، ونتمنى أن يكون هذا مجرد يعني حدس وليس خبر مؤكد. بالنسبة لنيويورك، هيرفيلد سوس المسؤول الأممي عن قوات حفظ السلام أعلن أن المراقبين في داخل سوريا لا يستطيعوا أن يمارسوا مهماتهم، يتم إطلاق النار بصفة مستمرة عليهم، ورصد حوالي 10 حوادث من هذا الشكل، يتم الاعتداء على الأصول اللوجستية لهم، وتم أيضا الحديث عن سيارات تم إطلاق النار عليها وإحداث خسائر بها، يتم الحديث عن عدم سماح الحكومة السورية للمراقبين باستخدام التليفونات المرتبطة بالأقمار الصناعية، كما كان أيضا رفض الحكومة السورية بشدة لاستخدام المراقبين لطائرات هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة لسهولة الانتقال بين نقطة وأخرى. هذا بالنسبة لنيويورك وواشنطن. بالنسبة لجنيف، السيد سيرجي لافروف أعلن قبوله رسميا الدعوة لحضور الاجتماع إن عقد، فهذا الاجتماع ما زال يدور حوله الشكوك إذا كان سيعقد يوم 30 يونيو أم لا. هناك من يرى بأن يعني مشاركة طهران في اجتماع جنيف رهن بالبرنامج الذي سيوضع في البحث ضمن هذا الاجتماع، هو أن يكون مناقشة عملية الانتقال السياسي في سوريا. هل تتفق مع مثل هذا الترجيح؟ أنا لا أتفق مع هذا الترجيح. المفاوضات نحو الانتقال السياسي في سوريا هو جزء من خطة الست نقاط التي اقترحها السيد كوفي عنان المبعوث المشترك، ولم يتم الاستجابة لها، وأمضينا كل هذه الأسابيع في يعني ذهابا وإيابا مع النظام السوري إذا كان يلتزم بإيقاف إطلاق النار أم لا، ولم يبدي أي مؤشرات لا من بعيد ولا من قريب أنه سيقبل بالجلوس على طاولة المفاوضات السياسية. نظام بشار الأسد انتهى، وكل هذه المحاولات هي يعني في المراحل الأخيرة. أنا لا أرى أن يستطيع بشار الأسد أن يتغلب على هذه الثورة الشعبية، ولكن هو يحاول فقط كسب الوقت، والثمن بكل أسف يدفعه الشعب السوري بكل طوائفه ورجاله ونسائه وشيوخه وأطفاله. التصعيد على الخطير على الجبهة السورية التركية، هل تتوقع له أن يتصعد في المدى القريب أم أنه سيبقى في إطار حرب الألفاظ؟ منذ قليل استمعت إلى بيان السيد أندرس راسموزن سكرتير عام حلف الناتو. الناتو بكل تأكيد وتركيا عضو به أدان الاعتداء على الطائرات التركية، ولكني بكل صراحة لم أرى أن الناتو يبدي استعدادا، أو لم يصرح السيد راسموزن أنه يوجد استعداد للتدخل العسكري. ربما يتم استخدام هذه الحادثة عندما يتم اتخاذ القرار بالتدخل العسكري، وإن كنت الآن لا أستبعده، كنت أستبعده في الماضي، ولكني الآن أراه
اقتراح او احتمال يمكن تحقيقه على الارض، ولكن الوقت لم يحن بعد. طيب كيف تعلق على قول بعض الخبراء والمراقبين ان كل تلك التحركات الدوليه لايجاد حل داخل سوريا لن تكون مثمره، لان الازمه في سوريا لا تزال غير ناضجه لاي حل سياسي حتى الان؟ الأزمة السورية ناضجة بالدماء للمواطنين السوريين الأبرياء الذين يدفعوا ثمن هذه الاعتداء المتكرر والوحشي من جانب قوات النظام السوري. الحديث عن نضوج الأزمة أم لا، نحن الآن في الشهر 16، ماذا ينتظر العالم ليتخذ إجراءات؟ يوجد حديث من الوفود البريطانية والفرنسية في داخل مجلس الأمن أنه يوجد اتجاه لجعل خطة الست نقاط هي وثيقة قانونية ملزمة، وإن تحقق هذا فإنه سيفتح الباب لتطبيق عقوبات المنصوص عليه في الفصل السابع، ما زلت لا أرى أنه الشق العسكري في الفصل السابع سيتم تطبيقه الآن، ولكن يوجد مزيد من العقوبات ننتظرها لسوريا. الاتحاد الأوروبي جدد العقوبات ضد سوريا ووضع بعض البنوك والمؤسسات المالية وشركات نقل النفط في بند العقوبات. أرى أن هذا استمرار لمحاولة الضغط، ولكن ما زال الشريكين الأكبر شريكين تجاريين لسوريا هم روسيا الاتحادية والصين خارج هذه العقوبات. برأيك كيف سينعكس هاتين الدولتين العظمتين؟ نعم، كيف سينعكس تشكيل الحكومة الجديدة على الوضع في أكثر إيجابية؟ نعم، كيف سينعكس تشكيل الحكومة الجديدة على الوضع في سوريا، خصوصا أنها ضمت بعض أعضاء المعارضة الداخلية السورية؟ المعارضة الداخلية السورية بكل أسف هي تحت سيطرة النظام السوري، مع تقديري واحترامي لكل فصائل المعارضة، هي أراها تكرار لمحاولة حسني مبارك الرئيس المصري المخلوع في فبراير 2011 بتشكيل حكومة جديدة وضم بعض الشخصيات اللي كان معروف حيادها. هي لا أرى لها فاعلية، 20 وزيرا جديدا لن يستطيعوا أن يقوموا بتغيير الوضع على الأرض، لن يستطيعوا أن يكسبوا النظام السوري محبة الشعب السوري. الشعب السوري قال كلمته واضحة وصريحة، يسقط حكم بشار الأسد. طيب هل ترى أي انعكاس أيضا لفوز الإخوان المسلمين بالرئاسة في مصر على مسارات الأزمة في سوريا؟ إنك تثيري أحزاني يا أستاذة سلمى. لم أكن أنوي الحديث عن الشأن المصري، ولكن أنا سمعت أن الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي قد رفض تهنئة الرئيس بشار الأسد له، وأعلن انضمامه وانحيازه إلى ثورة الشعب السوري. وربما هذه نقطة يتفق عليها الليبراليين والإخوان ومختلف وسائل الشعب المصري، الشعب المصري قلبا وقالبا مع إخوانه من الشعب السوري. نشكرك جزيلا من نيويورك المحلل السياسي السيد أحمد فتحي على المشاركة. شكرا أستاذ سلمى.